الأطفال والنساء في وضعية صعبة. هذه الجمعية اللي كتهتم بالمرأة والطفل وكذلك كتهتم بنساء ضحايا العنف، حنايا بدورنا كنستنكروا داكشي اللي وقع في الدار البيضاء في حق الصحفيات اللي تعرضوا للتحرش الجنسي من طرف مدير الجريدة ديالهم توفيق بوعشرين. فهادشي اللي وقع راه حرام وعار، هادشي اللي وقع بزاف. فكما كان حال هذيك المرأة اللي تهانت، راها يماه راها اختو، راها يعني حنايا كنطلبوا القضاء وكنناشدوا السلطات ولا القضاء يتابع هاد القضية هذه وما يسكتش عليها، حيت كما كان الحال حنايا كنساء كنمشيو للعمل ديالنا وكنخدموا يعني وكربات بيوت. يعني هذا التحرش هذا ما خصوش يكون، وهاد الهجومات اللي وقعت في حق هاد الصحفيات حنا كنساندوهم وكنتضامنوا معاهم حنايا كنساء. فضروري المرأة خصها يكون ليها اعتبار، ضروري خصنا الكرامة المرأة ما تهانش. فاحنا من هاد المنبر هذا حنا كنشدو جميع السلطات يوقفوا مع هاد النساء هادو ونعرفوا راسنا نخرجوا نعملوا تظاهرات ولا نعملوا وقفات احتجاجيه ونساندوا المراه، حيث المراه هي راها يما راها اختو. يعني ما نقدروش نخليو هاد الشيء هذا يوقف، يعني ضروري خصنا شي حاجه اللي غادي تساندنا وتوقف معنا. فاحنا بدورنا كنسكروا وكنديروا هاد الهجومات اللي تعرضوا لها هاد الضحايا، فعار عليهم، عار على هاد اللي عملوا هاد المنكر هذا. فاحنا بدورنا كنساء ما خصناش نسكتوا على حق على حقنا، وحنايا كندافعوا وكنترافعوا في حق هاد السيد هذا وكنطلبوا وكنناشدوا السلطات وكنناشدوا العداله تاخذ لنا الحق ديالنا.